صار الوقت لنبدأ معكم بأولى فقراتنا. ما في شك بأنه بتختلف أساليب التربية سواء بين الأجيال أو حسب المدرسة يلي تتبعها الأم بتربية أطفالها. بعض الأمهات مثلاً بيتبعوا النصائح الحديثة، بيقولوا لك أنا بدي ربيهم بتربية حديثة للأولاد، ويلي بتشمل ببعض الأوقات فصل الطفل بعمر مبكر ضمن غرفة خاصة بعيدة عن أهله. لا يعني اللي عم يربوا تربية حديثة هنن شوي قلال، وإذا حاولوا إنه يربوا تربية حديثة بتطلع لأمها أو حماتها لا ترجع على التربية القديمة. على الجانب الآخر خلونا نقول إنه في الجانب التقليدي يلي بيشمل إبقاء الطفل بنفس غرفة الأهل بالسنوات الأولى من حياته، وهالشي بيقولوا إنه لسهولة العناية فيه، مشان الأم ممكن شوي تقوم لعند الطفل على غرفته لحتى إن كانت ترضعه أو حتى تعطيه حليب أو تغير له. ولكن إمتى هو الوقت المناسب لحتى ينام الطفل بغرفته المستقلة؟ رح تخبرنا كل هي التفاصيل اختصاصية التربية بيان العيد. صباح الخير بيان. صباح الورد. أهلا وسهلا فيكي معنا. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي معنا. يعني تفاصيل كثيرة حنسألك عنها، بس خلينا نبلش من الشيء الأكثر شيوعا خلينا نقول بمجتمعاتنا يعني تحديدا أكيد، وهو إنه الطفل بضل دائما نايم جنب أمه وأبوه لفترة منيحة من الوقت، يعني يمكن تلاقي مر سنة سنتين ثلاثة وهذا الولد بضله قدام أهله. تمام، تعال نبدأ بالقصص الحلوة. شو إيجابيات هذا الموضوع؟ لما الطفل بفيق الصبح وبيلاقي بابا وماما حد بعضهم، طبعا هن نايمين يعني ما في خناق ما في هيك اكشن بيناتهم، السرير البابا والماما بيبعث بنفسه نوع من الراحه ونوع من الامان انه بابا وماما علاقتهم جيده وان هن موجودين مع بعضهم. هو المكان يعني خليني اقول لك اللي عن جد بيبعث هيك امان لنفس الطفل بظل الظروف اللي نحن اليوم عم نعيشها. بأحد الروايات اللي بطلع عليها أحياناً اللي بتخص مواضيع التربية، في سيدة كانت خليني أقول لك مهاجرة من بلد لبلد بظروف حرب، بقى هي قالت كان دائماً قبل ما نترك بيوتنا كان سرير العائلة هو اللي يجمعني أنا وولادي، عانقهم أحضنهم ضمهم مع زوجي. توفى زوجها اضطرت هي تتنقل بقى من مكان لمكان، كانت لما يشعر أولادها دائماً بالتوتر وبالخوف كانت تحط الشرشف تبع السرير كانت تحطه وتجمعهم وترد عليه ليردوا يرجعوا يحسوا بالأمان فيه. هاي كلياتها إيجابيات وجود الطفل مع الأهل بسرير العائلة. قد تقولي لي إنه صغير يعني عم يحس أو ما عم يحس، ما اليوم ما عاد في عبارة إنه الطفل بيستوعب أو ما بيستوعب. الطفل من اللحظة الأولى اللي عم يولد فيها هو عم يخزن كل المشاهد اللي عم يشوفها حواليه. تمام، يعني في إيجابيات كتير حلوة، وفعلا هو الأمان اللي بيستمده الطفل دائما من أهله هذا يعني يمكن رقم واحد بالنسبة للطفل، بعدين باقي التفاصيل بتصير. ولكن بنفس الوقت في سلبيات نحن ما فينا نغض البصر عنا. شو هي هاي السلبيات؟ هلا السلبيات كثير، في عنا مواضيع مهمه. النقطه الاولى انه لما الطفل بينام على نفس السرير قد لا سمح الله يتعرض للاختناق، يعني انه الام وهي عم بترضعه قد انه تغفل من التعب، قد مثلا الاب يتحرك حركه خطا. يعني اغلبنا واقعين من على التخت من وراء. طبعا طبعا، يعني هلا في حاله من الحالات اللي انا مستلمتها يعني هي بعمر شهرين وقعانه من على التخت بسبب انه حدا دافشها وفاتت بموضوع بقى مواضيع يعني بدك تشغلي معه بصعوبات تعلم وكذا، يعني هذا الشيء جدا طبعا جدا متعب، بس هو ناتج عن قله ادراك بانه نحن الطفل ما لازم ينام على نفس السرير. هلا هي من الشغلات اللي مخيفه جدا. يعني الموضوع الثاني سلبيه ثانيه انه هذا الطفل قد يتعود انه هو انا ما عاد بدي انام، ما عاد بدي انفصل، يعني عجبه هذا المكان وبالتالي فصله عن الاهل ما بسهوله. هلا في كمان نقطه ثالثه انه الاب والام قد يصير في بيناتهم برود عاطفي، يعني نتيجه وجود هذا الطفل على طول عزول، على طول نايم بين بابا وماما، ما عاد هن علاقتهم مريحه دائما مع بعضهم بالسرير، لانه الام خلص اعتادت انه هو هون عم ينام، هو طالما نايم جنبي معناته انا طول الليل منيمته، بالتالي الرجل مره على مره بصير بينزعج، يعني انه ابننا كبر وبده يضل عم ينام بيناتنا. يعني سلبيات كثيره بتطرح نفسها بوجود الطفل معك بنفس السرير، وصراحه نحن يعني بغنى عنا بوجود اطفالنا. هلا كيف فينا نحل هذا الموضوع؟ بوجود سرير منعزل بنفس الغرفه، يعني هذا هي افضل نقطه خلينا نقول.
طالما انت فعلا بتكوني بالمرحله الاولى من الولاده، متعبه مرهقه، قد يكون ولادتك قيصريه، صعب انه انت تقومي من اوضه لاوضه، بالتالي يعني اسهل شيء انه ينام الطفل معك بنفس الغرفه، بس ينام بسرير منفصل. سرير منفصل تماما. يمكن لما بنشوف برا خلينا نقول كيف بيتعاملوا مع هذا الموضوع، بنلاحظ انه هن، نحن ما عم نحكي على ولد بعمر سنه سنتين ثلاثه وفصلوا، لا، الرضيع من هو ولسه رضيع يعني، ولسه هلا البيبي ما صار له شهور يمكن ولدان، وبيفصلوه وبيحطوه بغرفه لحاله، بيحطوا له هذا الجهاز الانذار تبع عيط عمل شيء نحن رحنا لعنده. طب يعني هذا الشيء يطبق، خلينا نقول عنا هذا الشيء منيح عن جد. عنا اللي بتعمل هيك بنقول بيقولوا عنا بلا قلب. بيقولوا عنا بلا قلب وهي ابنة بلا قلب. شوف، حنحكي من الناحية العلمية ومن الناحية التربوية. أوكي. من الناحية العلمية إنه الطفل فعلا من عمر 6 شهور لازم تفصليه لغرفة ثانية. ليش؟ لأنه الطفل بعمر 6 شهور هو بلش دخلتي له نظام غذائي، هو ما عاد يعتمد على رضاعة الأم ورضاعة الحليب الصناعي. تمام. شو معناته؟ لما أنت الطفل عشيتي يعني هو يفترض بده ينام وقت أطول، وبالتالي هو صار قادر ينام بغرفة ثانية لأنه أنت ما عاد عندك هالأومات المتكررة للرضاعة. طيب بس الطفل الرضيع يعني أقل من ساعتين هو ممكن، وخاصة الرضاعة الطبيعية مثل ما بنعرف أنه غير البيبروني بتكون بجوع أسرع. تمام. فهو ممكن يجوع خلال ساعة، خلال ساعة ونص، فكل شوي إذا الأم بدها تفيق تروح يا محلى يضل قدامي توطي تجيب الولد، وهي مثلا ممكن تكون عمليه قيصريه. تمام. في تفاصيل كثيره متعبه بالنسبه للام. هو مشان هيك نحن قلنا العمر 6 شهور، يعني اعطيناكم 6 شهور مجال. لما انت عشيتيه ونيمتيه شبعان يفترض يبلش شوي شوي يتعود انه هالنومه تطول. هلا الناحيه التربويه خلينا نجي معكم. طيب نحن يا ستي الناحيه التربويه انه انت فيكي تقريبا لحد عمر السنه ونص سنتين انه انت تبلشي تفصلي طفلك عنك بغرفه ثانيه. ليش؟ لانه هذا الطفل انتظمت نومته، قد تكوني انت وصلتي لمرحله انه انت فطمتيه عن الرضاعه، يعني نومته بالليل صارت منتظمه، له قيلوله بالنهار، قد انت تعوديه انه القيلوله تبعه ينام بهالغرفه هي لحتى يبلش انه هو يتعود شوي شوي. تمام. وبالتالي انت بتفصلي عنك. الكل بيخافوا من هالنقطه هي، من نقطه الفصل، لانه انا معقول بدي اضيع رايحه جايه، انا قاعده عم رضع بالليل. بس صدقا الطفل متى ما شوي بعد عن ريحه امه بيصير بيتعود انه ينام وقت اطول. يعني شعب عاطفي جدا، ما بنترك الاولاد. لازم الولد يضل يتلاقي عمره هالقد، الولد لسه بينام قدام امه. انا والله بعطيك اياها عن تجربه شخصيه، يعني انا كأم للبنت الاولى كنت عاطفيه جدا انه لا، وبدها تضل جنبي. هلا ضلينا لعمر الاربع سنين وهي عم تنام عندي بنفس الغرفه. تمام. هلا صار لما انا بدي انقلها لغرفه ثانيه صار بدنا نفوت موضوع المحفزات والمكافئات وبرافو بطل لانه انت اليوم نمتي طول الليل لحالك بغرفتك. هلا بينما بعدين فتت بالموضوع العلمي، بلا تربيه بلا بطيخ. فتت بالموضوع العلمي انه من عمر 6 شهور هي بالاطفال اللي بعد. تمام. انه انا بعمر 6 شهور عن جد بدي افصل الولد. كثير كثير كان الموضوع مريح أليح للطفل ولالي. طبعا. هلا دائما في بيقولوا الحبل السري بعد الولاده، هذا ما بينقطع، يعني لو قطعوا بضل متصل بين الام وطفلها. بتحس فيه. إمتى بقى؟ لما الأم بتقوي شوي قلبها وبتقرر إنه هي تقطعه، ساعتها هي بتكون عم تساعد طفلها فعلاً على الاستقلالية، وشوي هي عم تريح حالها من هالتوتر يلي هي بدها تعيشه. يعني تخيل التعب يلي مريتي فيه بأول ولادة، خلص أنت خلاكي إنه أنت شوي تقدري تقسي قلبك لحتى تاخذي قرار التربية الحديثة. أكيد. تمام. أكيد. طيب مثل ما ذكرتي إنه ممكن نحن نحط سرير بنفس غرفة الأهل، ولكن يكون سرير منفصل لنوعاً ما نحسس الولد إنه هاد تختك لإلك، وكمان الأم تكون هي مرتاحة. خلينا نحكي شوي كيف أنا بقدر خلاص إنه أنا أشيل هذا السرير المنفصل اللي بنفس الغرفة ويصير في له سريره الخاص بغرفة خاصة لإله، وبأي عمر أنا ممكن أعمل هاي الخطوة؟ طبعا. يعني بنعرف إنه نحن الطفل ممكن لا سمح الله يتشردق بالليل. طبعا. أنا إذا بغير غرفة ما رح أسمعه، ما رح أقدر طبعا أعرف شو عم يصير معه، أو النوم آخذني ما أقدر أسمعه. طبعا. فبأي عمر أنا هو مناسب جدا إنه خلص الطفل صار فيه يكون بغرفته لحاله؟ لما يبلش الطفل الإدراك يعني يميز عنده بين بابا وبين ماما بين الأشخاص الآخرين، هون الطفل فات بقى بمرحلة الوعي.
لما بتحسي الطفل انه هو بلش انه هو يقوم من سريره ويجي لعندك. هلا اكيد معظمنا اليوم بنختار السره بالذات بالسنه الاولى من الطفل حمايه وبنرفع لحتى ما يوقع ما كذا. لما انت بدك تبلشي تنقليه لغرفه اخرى مو شرط هذا السرير انه هو ينام عليه. قد انت لمرحله معينه تبلشي تنيميه على فرشه عادي او سرير منخفض لحتى هو يقدر يقوم لما هو بده شيء بالليل يبلش انه يجي لعندك. هلا بالاضافه لانه الام نحن هلا دائما بيختاروا انه يكون في عندك الجهاز يلي بيخليكي انه تسمعي تمام. هلا معظمنا اليوم ما بيقدر او قد يكون ماله متوفر او ما في كهرباء او ما تمام. الحل احسن انه انت يكون نومك خفيف جدا تمام لحتى انت تقومي فعلا بالليل تطلطلي عليه. هلا طبعا هي المهمه بدنا نتشاركوا فيها الامهات والاباء ما بدنا نحكي بس على الامهات. يعني فعلا الامهات احيانا من شده التوتر والتعب اللي هي عايشه طول النهار انه بس بدها تنام اكثر هيك كذا ساعه متواصلين يعني تقلك على خاصه اذا فطمه الطفل. بقى كثير حلو انه الاب كمان يتساعد مع الام بانه اكيد يتناوبوا بس بانه يقوموا يطلطلوا على الطفل بالفتره الاولى من تمام من النوم من الانفصال. بالاضافه لمثل ما ذكرت قبل شوي انه لما الطفل بلش يتعود يقضي قيلولته بهالمكان هذا هو ببلش يقلف هذا المكان. كثير حلو انه نحن مثلا بالفتره الاولى كمان نتسطح جنبه نبلش نعوده على قصه من 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 عمر صغير. يعني هو قد يكون عباره عن كتيب فيه صور نبلش انه نحن نحكي معه نشرح له هالصور هي كذا لحتى هو يبلش يحس انه انا ما انفصلت عن ماما. اهم شيء ما نحسس طفل انه لا انت هلا كبرت انت هلا بدك تنام لحالك مو بهالقساوه هي. يعني انه هو ماما موجوده قدامي ماما متسطحه قدامي عم تبلش تعودني شوي شوي يعني معناتها أنا ما فقدت حنان. طيب خلينا نختم بحالة كمان شائعة جدا وهي أنه بيجي الولد مثلا عودنا أنه ينام بغرفة لحاله بس بفيق بالليل بدي ماما وبابا لسه ما يعني ما تعود خلينا نقول بشكل كامل أنه هو ينفصل عنهم. فهون يا عندهم الأهل حلين يا بتلاقي الأم راحت لتنام قدامه بتخته يا أما جابته لعنده خلاص نام معنا وريحنا بس. فشو الأصح بهي الحالة نعمل؟ هلأ الأصح بالبداية أنه نحن متى ما وصلنا لنجاح بأنه الطفل بالساعات الأولى من الليل ينام لحاله فهذا إنجاز عظيم. لو بالليل فعلا اضطر أنه هو قد يكون مرضان قد يكون مثلا خايف مثل ما ذكرتي شايف منام كثير حلو انه هو يجي ينام بس المهم نحن نضل يقينين انه هو ما يرجع ينام بالوسط بين بابا وماما. يعني هو ينام على احد الطرفين يا على طرف بابا يا على طرف ماما لانه متى ما رجع نام بالوسط رح ترجع العاطفه تغلب عاطفه الام والاب وهو الطفل رح يرد يرجع يعتاز هالحضن وهالدفى هذا. بقى كثير موضوع صح انه نحن فعلا ما بدنا نحرم الطفل نحن بشكل كلي. نحن قبل شوي بدينا بانه الطفل السرير هو سرير الامان بالنسبه للطفل. بقى كثير حلو انه هو لما بيكون خايف فعلا انه هو يجي ارتاح مثلا هو اذا لعند ماما معناتها هو بيعانق ماما وبينام قدامها وخلص بكفي ليلته قدام ماما. اذا كان الموضوع هذا بالنصف الاخر من الليل بالنصف الثاني. اما اذا كان ببدايه الليل فنحن نيمنا شوي عانقنا ريحنا بعد منرجعه على سريره لحتى ما يرد يرجع يعتاد على هذا الموضوع. تمام يعني تفاصيل كثيره ان شاء الله يا رب نقدر كامهات نطبق هي المواضيع لانه فعلا هي بتريح الام كثير وبتختصر علي وقت كثير طويل لانه ياما بنشوف اولاد فعلا صف اول صف ثاني صف ثالث هو لسه بينام جنب اهله. هذا اكيد فكره جدا خاطئه. بدي اتشكرك كثير على وجودك معنا اليوم على هي المعلومات. الله يخلي لك اولادك يا رب. خلي لي اياك يا حبيبتي. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لك.